ودعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. اوعوا كنوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين ان الأسعار حمل على الناس، بس والله ما في أكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد، لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهاردة الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركة والبترول بالتكلفة الحقيقية، والله أنا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده أنا قلته قبل كده، أنا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا إن احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبة لهم اللي هي الشرائح الكبيرة قوي اللي هي أعلى نسبة استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين، بس أنت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجة من جيبه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني، لكن ده من قدرة البلد. فأنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لأن ألاحظ إن بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش، ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه إن احنا حرصنا على الناس وإن احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في أكل وشرب، وحاجات أخرى.